المزمور 15. يا رب، من يقيم في خيمتك ومن يسكن في جبل قدسك؟ السالك طريق الكمال وفاعل البر، والمتكلم من قلبه بالحق، من بلسانه لا يغتاب وبصاحبه لا يصنع شرا وبقريبه لا ينزل عارا. الرذيل حقير في نظره، ومن يتقون الرب يكرمهم. وإن أقسم مضرا بنفسه لم يخلف، لا يقرض بالربا فضته، ولا يقبل على البريء الرشوة، فمن عمل بذلك لا يتزعزع للأبد.